تتعلم بالتطبيق والممارسة في دورة تدريب مدربين. تكثيف الممارسة، تكثيف الممارسة، تكثيف الممارسة هو السر لدينا في دورة تدريب مدربين في صقل المهارات. لاحظوا الزميل ما شاء الله تبارك الله يقدم عن عرض، وزملائه أيضا يقدمون يستمعون له كمدربين، ثم بعدين ينتهي ويقيمونهم أثناء التقييم، ثم يقدمون تغذية راجعة. هذا يساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على التحسين المستمر. يعني لن تجد معنى واحد للكلمة سيعطيك مجموعة من المعاني.